بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هذه الآية تستوقفني طويلا، تقريبا كل يوم أرددها، حتى في حالة الحزن أردد هذه الآية. استمعوا معي أيها الأحبة، الله تبارك وتعالى ذم الفرح في القرآن إلا في حالة واحدة. تذكرون قارون الذي طغى واستكبر وكان من قوم موسى وكان الذراع الاقتصادية لفرعون؟ عندما تكبر قال له قومه لا تفرح، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، لأنه فرح بالدنيا، فرح بأشياء فانية. الفرح الحقيقي يجب أن يكون بما عند الله أيها الأحبة. لذلك الله عز وجل يقول هذه الآية التي تطمئن النفس، تجعل الإنسان بالفعل مطمئنا. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، الآيات التي فيها يعني يريد الله تعالى أن يعطينا الرحمة والفرح والسرور، ويجعلنا نتخيل كأن النبي يخاطبنا، يعني لم يقل بفضل الله وبرحمته، قال قل، يعني كأنك أيها المؤمن ينبغي عليك في مثل هذه الآيات أن تتخيل أن الذي يخاطبك هو النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أخبرهم يا محمد، قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سبحان الله، آية قوية جدا، والحقيقة أنا أتمنى من كل أخ أن يحفظها كما يحفظ اسمه، على الأقل أن يلقى الله وهو حافظ لبعض آياته، على الأقل يعني كلنا سنقف أمام الله ويسألون عن هذا القرآن، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قل بفضل الله، كم من الفضل لله عليك؟ نعمة البصر هذا نوع من أكبر أنواع الفضل، طبعا على رأسها نعمة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، نعمة السمع، نعمة الصحة، نعمة الأمان، نعمة الأولاد، نعمة الإسلام، نعمة القرآن، كل هذا فضل من الله. وبرحمته، انظر كم يرحمك الله، انظر إلى المرضى، إلى الناس المعذبين في الأرض، إلى البائسين، إلى المكتئبين، إلى الذين فقدوا إيمانهم، انظر إلى حال الملحدين اليوم. إيمانك أيها الإنسان أو أيها المؤمن هو رحمة من الله بك، يجب أن تفرح بها. مثل الإنسان، متى يفرح الإنسان أيها الأحبة؟ يفرح عندما ينجح في امتحان، عندما يأخذ شهادة عليا، عندما يحصل على مبلغ من المال. وفرحوا بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الله لا يريدك أن تفرح من هذه الدنيا إلا بشيئين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. خير مما يجمعون من المال، خير مما يجمعون من العقارات والبيوت والشهادات والعلم والاختراعات، كله سيفنى أيها الأحبة. لا تنغروا بهذه الدنيا، أرضنا ستدمر بالكامل بما فيها من قصور واختراعات، كله سيفنى ولا يبقى إلا الله. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لذلك أيها الأحبة، أنا أتمنى من كل إنسان لديه حزن، لديه ضيق العيش، لديه مثلا هم معين، هذه الآية تدخل السرور على القلب. احفظوها رجاء، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. 10 كلمات، تلك 10 كاملة. قل، احفظوا معي رجاء، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نسأل الله سبحانه وتعالى
أن يجعلنا حافظين لكلامه، وأن يعيننا على تدبر هذا القرآن، وألا يجعل قلوبنا مقفلة أمام ذكر الله، لأن الله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرحنا الفرح الأكبر يوم لقائه عز وجل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.